متابعي قناة جزيرة المعرفة الأوفياء، السلام عليكم. امرأة كان يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها قبل 1400 عام، احذر أن تتزوجها. ولكن قبل مشاهدة هذا الفيديو من قناتكم جزيرة المعرفة، فلا تنسوا دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الشاهد في هذه الآية أن إبليس سيأمر الناس بتغيير خلق الله تعالى، وقد فسره بعض المفسرين بأن المقصود به في هذه الآية هو الوشم والنمص والتفليح. عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم مسعود، فجاءت فقالت له: إني قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال لها: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. فقال: اذهبي فانظري. فذهبت ونظرت ولم ترى من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك فما جمعتنا. الواشمات هي جمع واشمة بالشين، وهي التي تشم. والمتوشمات جمع مستوشمة، وهي التي تطلب الوشم. قال أهل اللغة: الوشم بفتح ثم سكون، أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر، وقد يكون في اليد أو غيرها من الجسد، وقد يفعل ذلك نقشا أو قد يجعل دوائرا، وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في الحديث، ويصير الموضع الموشوم نجسا لأن الدم أنجس فيه، فيجب إزالته إذا أمكن ولو بالجرح، ويستوي ذلك في الرجل والمرأة. المتنمصات جمع متنمصة، وهي تلك التي تطلب النماص، والنماص هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويقال أن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين ليرفعهما أو يسويهما. وقال أبو داود في السنن: النماصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترفعه، فلنحذر من مثل هذه الأشكال. وفي الأخير لا تنسوا دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. السلام عليكم.